كما شفنا مشاهدينا كانوا هادو ابرز اللقطات من مختلف انحاء العالم. شفنا ما شافوهاش باش بصح شافوها بصح شافوها بزاف، خاصه عباك في البدايه تاع الاغنيه في البلاد الاولى، البلاد العربيه اللي طلقت فيها الاغنيه وتمشات ولات بارتو هي ليبيا. كنت نشوف انا فيديوهات هلبه هلبه كما يقولوا هما، عجبتنا يقولوا عجبتنا هلبه هلبه هذه الاغنيه. هلبه هلبه هي بزاف 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 كما يقولوا. تحيه للجمهور الليبي تحيه للجمهور الليبي. واخر هذاك لو ديرني ماك اللي كنا نشوفوا فيه من العراق، واللي قبلوا من كوريا ومن المغرب، يعني من مختلف انحاء العالم، وهذا الشيء يشرف الاغنيه الجزائريه، خاصة طبع الزنقاوي اللي راهو جديد وفي وقت قصير تمكن انه يوصل للعالميه. انا عجبني ذاك الكوري لا الشطحه هذيك كيفاش كان يشطح، خاص يديروا له فيديو يعلموه يشطح شويه على الاغنيه تاعنا باش او موان كيدير رياكسيون يشطح جيست. هذه هي، ما هو على بالي ما كانش فاهم الكلام، ولكن عجبه عجبته الموسيقى والاحساس تاع بوحمي رانو. كان هذا هو الترند تاعنا اليوم ياسر. لكن كريم انا حبيت نعقب برك على واحد النقطه، لانه في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي منذ دقائق خليني نقول كنا نسمعوا في اخبار متداوله على فكرينيو، لكن انا من خلال هذا المنبر ناكد لكم بانه مدام ارقم وكذلك مراد عوديه مازال ما حطوا حتى حاجه في ستوريات تاعهم، ما كاين حتى حاجه مؤكده على الشاب فكرينيو المختفي في وهران. دونك حتى يتاكد الخبر باش نقدروا نلونسيوه. وخلصنا بهذا الترند تاعنا تاع نهار اليوم، نروحوا الجينجل ونعاودوا نرجعوا نستقبلوا الاتصالات. عودة لكم مشاهدينا الكرام، ماما مو عندنا اتصال، نستقبلوا الاتصال. الو الو مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير وليدي. مساء النور مدام، شكون معنا ومنين؟ واش راك؟ لاباس الحمد لله. واش رانا؟ رانا بيان رانا بيان. ربي يخليكم ربي يسجيكم. ربي يعيشك. قولي لنا شكون معنا ومنين؟ انا يا مدام عزيزة. مدام عزيزة منين مدام عزيزة؟ بابا حسن. من بابا حسن؟ اي منا من عالجي برك، راهي جارتنا. كي الوردة، هذا المكان فوق تجيك بونجور برك. ربي يخليك ربي يخليك. بصح مدام عزيزه لازم تشاركي معنا في الموضوع تاعنا تاع اليوم، اللي هو نقولوا عندما يتكلم المال يسقط الحب. اسكو تاكدي لنا هذه المقوله؟ اخويا انا دوك 60 واش من حب اللي عندي؟ كي كنتي صغيره. لا زعما هذا ماشي الحب، بون ماشي على واحد انسان كبير. لا نحب الفاميليا، نحب ولاد خويا. وي فوالا الحب اون جينيرال يعني. بصح صح معليش، يقولوا لك باغ اكزومبل تبدلي لا فامي بالدراهم. لا ما كاش منها. لا خويا ما نبدل. صح معليش تبدلي باغ اكزومبل الحاجه. لا نبدلوا حوايج باينين، نبدلوا حوايج باينين، بصح لا فامي لا يعلى عليه ابدا. بيان سور راني نضحك برك. تبدل فاميلتك بالدراهم، هذه ما كاش منها. اكيد انا نضحك برك لانه باش نصير ياسر، لانه هو ياسر. شوفي مدام عزيزه، ياسر كي درنا الموضوع في البدايه قال هو اختار المال، قال لي انا ما نامنش بالحب، قال لي نختار المال. صح انا خيرت المال. يعني قولي له كلمه، علاش هو اختار المال وخلى الحب؟ ما نامنش بالحب مسكين ياسر. لا ما تديش المال، المال ما عنده ما يدير. شوف سمانه زوج ويروح. سمانه زوج ما تروحش. لا بصح احنا هضرنا المال المال بزاف، باكيات قلنا. باكيات خلعوك. ما هو كان يقصد مش العائلة، كان يقصد الحب يعني كزوجة ك. فوالا هذيك هي. بو علي بو. دونك نشكرك بزاف مدام عزيزة على الاتصال. الحمد لله كاك وبخير ولادي. ربي يخليك مدام، ربي يخليك. شوف ياسر الناس بكري ما يأمنوا ما تاع الدراهم كاع ما كانش. نو بصح في البداية قالت لك أنا جي 60 واش من الحب اللي بخالي ديريكت تموت، عشان ما راهي رايحة في الدراهم. باسكو كيما نقول نو، الناس بكري ياسر. ماش كيتي خير المال على الحب؟ سي فري سي فري. باسكو لما بكري لما الانسان يحب يتزوج ما كانش يحوسوا اسكو خدام ولا عنده سكنه ولا ما عندوش، لانه المهم يكون راجل وعقد المسؤوليه، يعني يكون يخدم ماشي ما يخدمش، ولكن ماشي المال هو اللي وكيما نقولوا بكري ديجا كانوا يتزوجوا بكري صغار، كانوا يتزوجوا كبار تما تصيبها صغير وتصيبوا قد المسؤوليه، مش كيما داروا بالموستاش الموستاش وراك معنا روحك. وحوش على المال وهو ما عندهاش المال ويقول لك خاطيني الحب ما فهمناهمش. نو بصح شوف هذا الموضوع تنمو موضوع شائك.
خلينا نقولوا انه فيه الكثير اللي اختلفوا في هذا الموضوع بالذات، لانه كاين الناس اللي تقول لك الحب حاجه اللي ما تشراش بالمال، وكما قال لك غناتها ناعمه ديالي انا ياسر بكرك الحب، الحب ما يجيش بالمال. كاين الناس تكون معاهم في نقاش زعما باغ اكزومبل سيرتو النقاش من نوع هذا الامور تاع هذه المواضيع، تقول له الحب ولا المال، يقول لك المال. لما انت تقول له بصح الحب تبدا تفهم فيه، ومن بعد شي بروحو باللي قريب تقنعو يقول لك الشيخ خالد عالمي يخرج لك من الموضوع ديالك انت على بالك على مراتي بزاف، وتحيه لي تحيه. دونك كاين بزاف ناس اللي من نوع هاد النقاشات ما يقدروش يقدروا يناقشوك. حنا ماذا بينا نستقبلوا بزاف اتصالات خاصه لي جون، وخاصه ثاني كيما نقولوا الرجال، اللي باسكو البنات على بالي باللي سيرتو انا كريم حطيت روحي في موقف محرج، وعلى بالي باللي كامل رايحين يجيو كونطرا ليا، بصح معليش جاسيم لا ريسبونسابيلتي دو سكو اون تران دو دي. لو كان نهضروا بموضوعيه، نهضروا بموضوعيه، هو الحب ما يوكلش ياسر، الحب ما يوكل، الحب ما يشربش، فوالا. تقدر الانسان وما يلبسش ثاني ياسر، يقدر الانسان يكون يحب، ولا يكون انسان مع انسان يكونوا كيما يقولوا متزوجين، ويكونوا عندهم علاقه حب وعلاقه احترام وعلاقه، بصح لما لما ما يكونش عندهم المال، ولما الانسان هذاك ما يقدرش يصرف على هذيك العائله، صح راح يكونوا مشاكل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهم لو كان الفقر رجلا لقتلته. دونك الفقر والمال مهم في حياتنا، دونك ما نبداوش نقولوا الحب الحب الحب. دونك هذا هو الميزان اللي هضرت عليه ياسر، وانا اللي فاهمك واش راك تقصد كي قلت المال. دونك استقبل مكالمه معنا ياسر. ايوه الو مساء الخير. الو مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معكم أم أماني من ولاية جيجل. أم أماني من ولاية جيجل، أهلا بك. ولاية ياسر. لا بأس الحمد لله، وأنتم راكم منورين الشاشة. ربي يحفظكم. مرحبا بكم عندنا في ولاية جيجل، راكم منورين بيوتنا. شوفي الله يخليك. أم أنامل، مرحبا بيا غير أنا، باسكو ياسر ولايته ما كانش مرحبا به في جيجل. دونك قولي لنا أم أنامل، الحب ولا المال؟ أم أماني ماشي أنامي، لا بدل لها الاسم كريم على المباشر ديرك. أم أناني. أنامي. أماني. أم أناني. أنامي. أم أنامي. صح فهمينا دقيقة، راه الإشكال دوك ديجا في الاسم، أماني ولا أنامي؟ أماني أماني. أماني. بالميم. سما راني نسمع 10 على 10. بيان. خير خير. قولي لنا ديريكت الحب أم المال؟ ما تروحي لا من لا من. نقول لك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تجمعتيهم بمعنى المال. ما نقولوش المال يشري الحب. وي حقيقة. كما نقولوا مثلا نعطيك حب الوالدين ما يتشراش، حب الوطن ما يتشراش، حب الاولاد ما يتشراش، ولكن في حال ما المال نعرفوا كيفاش نسيروه، كاين حوايج هكذا نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. صح. باش ما نضيعوش وما يحسناش ربي، ربي قال لك انا عطيتك وانت اعطيني. صح. ام انا صح. انا اماني ام اماني. نعم. البنات تعذروك ولو يحبوا المال؟ يعني عندك المال تولي تموت عليك، ما عندكش المال ما نحبكش انايا. هي الاخ العزيز. هي الاخ العزيز في وقتنا هذا في وقتنا هذا احنا نشوفوا المال راه يسيطر على العاطفه. كما دوك نعطيك مثال، دوك الطفله كي تجي تتزوج تقول لك نحب انا راجل عنده السوارات وعنده الطوموبيل وكيما يقولوا باش تضمن حياه راه فيها. صح. ولكن في الحقيقه يروح المال ويروح كلش ويقعد الراس تقعد الرجوله ديالو. بيان سور. احنا عندنا مثل في جيجل او ياسر يقول لك ان احنا نقولوا لهنا يقبل الغنى. كيفاش ياسر؟ لهنا يطلب الغنى. لهنا يطلب الغنى. لهنا هذا ما نعرفوش. لهنا الهناء يطلب الغناء. واحد غني. شوف بمثل الاخ كريم كيما نقولوا المراه تتزوج تتزوج براجل عنده سوارد، هكا نقولوا الراجل غني. غني فهمت الهناء تما لازم غني هكذا باش يكون الهناء. والدنيا كل لك دواره كي تكون هكذا لاباس بيها ايتو هكذا يجي النهار تدور عليه الدنيا. أم أماني إحنا نشكرك بزاف. شكرا شكرا ويعطيكم الصحة على الموضوع هذا. بالأمزية. يوم سعيد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله إلى اللقاء. بون ياسر قبل ما نروحوا إشهار لأنه عندنا إشهار، أنا بغيت نقول على بها يقولوا لهنا غالي، يستقام غالي. لهنا يستقام غالي. هذا هو المثال. بصح جوغي مي أنا كريم لو كان هضرنا على الموضوع كيما النهار اللي طرحنا أنا وياك إذا كان شفيت صح نطرحوا مور الفاصل ياسر. نطرحوا مور الفاصل. يلا شاهدنا فاصلون على بالهم.
عودة لكم مشاهدينا الكرام البلاطو تاعنا والحصة تاعنا اللي دائما نوصلوا الفقرة الثانية ولا مازال؟ الفقرة الثانية هذه هي الفقرة الثانية اللي من الحصة تاعنا اللي دائما عودناكم نجيب لكم ديزانفيتي نجيب لكم ضيوف اليوم جبنا لكم شوفوا أنتم مشاهدينا الكرام راكم تفرجوا بزاف الأعمال الرمضانية الأعمال التلفزيونية تشوفوا لي سيتكوم تشوفوا مسلسلات بصح نتوما ما تشوفوش لي كوليس ما تشوفوش الناس تشوفوا لي سكاتش ثاني لي سكاتش بصح نتوما ما كنتش تشوفوا الناس اللي تكتب هاد لي سكاتش الناس اللي تحضر هاد لي كوليس الناس السيناريست اللي كيما نقولوا يوقف على قدم وساق باش يوجد هاد الاعمال يتعب ويسهر ويكتب لكم المواقف هذوك اللي ضحكوا ومن بعد نتوما تشوفوهم في ليكرون هكاك ديريكت واليوم رايحين كيما نقولوا نروحوا مور الشاشه جبنا لكم من خلف لي كوليس جبنا لكم كاتب اللي بزاف الاعمال تاعو شفتوها في الجزائر وهو من الكتاب الاوائل في الجزائر انا نصنفه من الاوائل ومن الاولين في خاصه في الفكاهه رحبوا معايا اليوم ولاول مره في برنامج كوفي تايم خليني نقول كريم باسكو سي سابقه جامي استضفنا في كوفي تايم وقليل الظهور هو هشام سكوم الكاتب المتميز والمبدع اللي راه حاضر معنا في هذه الامسيه مساء الخير هشام مساء الانوار والله نشكركم على هذه الاستضافه وراكم منورين انتم وجينا من بلعباس هذه وراكم منورين بلاطو وان شاء الله تكونوا ضيف خفيف على الجمهور شوف هشام حنا تلمو نبغوك وي غادي ندير لك جوج قهاوي وحده طالعه وحده بريت وحده في النص شوف هشام انا نوض ندير لك قهوه باسكو ياسر القهوه تاعها شويه اكسان يا روح ندير لك قهوه بنينه ياك وتهلا لي في الضيف الله يربح كريم تدي القهوه وياسر يخلصها وصاي اي صاي اي خلاص انا جو باي باسكو هضرت ديجا على الدراهم هشام حكم لي مخلي لي تخلص حكم لي كي هضرت على الدراهم بو هشام نقول لك مرحبا بك شفنا الكثير من الاعمال تاعك حتى نعرفوا المشاهد الكريم شويه بهشام سكوم نقولوا قهوه القسطو من بعد قهوه القسطو دي زاد كوميدي شو بعد دي زاد كوميدي شو عندك انا وياك ومن بعدها سلسله خالي في الجزء الثاني هذو كامل هذو اللي نعرفهم هما خوفيه كان اعظم سما الحوايج اللي طلع اسمك في الجينيريك تاعهم كانت كيما انا وياك وخالي كتبت سيزون 2 وكاتب حلقات معينه كتبت حلقات بعد حلقات في السيناريو هو السيناريو هي كانت فكره تاع محمد خساني ممثل اللي نحيوه بالمناسبه وعاونت هنا كان استدعاني اتصل بيا باش نكون معاه في السيناريو كنت معاه في السيناريو هي كانت تجربه بالنسبه لي لان كنت انا في ذاك الوقت كان عندي ميول للستاند اب وستاند اب خلينا نقولوا انه ارتبط اسمك بزاف بزاف بالفنان الكوميدي ابن ولايتك مع شوبو جلال المسمى ولا المدعو والمعروف باسم شوشو شوشو هو اللي هو من بين الفنانين اللي تمشوا بال هو عالمي في ستاند اب علاش لانه راح بالستاند اب تاعه راح لعب خارج الوطن وكان لعب في فرنسا وفي المانيا انا هو المدني وكان عنده حضور وهو من بين الناس اللي هو اول كما نقولوا من الفنانين اللي داو جوائز بالعمل تاعك ستاند اب بالاعمال تاعي وكانوا فنانين اخرين لكن هو زعما لي المسيره اللي بديت انا وياه تفضل هشام ومازال رانا مع المسيره يزيد فضلك رانا عاد معاه في المسيره وهذه هي ندوق قهوه تاع كريم هيا ذوق القهوه تاع كريم انا ثاني ما ننساش القهوه تاعي كريم انت يا قهواجي ماشي قهواجي راك الاولى راك تعرف طيب القهوه والزوجه ماكش تبغي قلت المال ما دخلش في الحب غادي يصيدوك صايب كنت قارا جلت راك تبع المال راك تبع وي وي كنت نتبع فيك بون على ذاك كنت مع صوتي تهضروا على شوشو على ذاك الشوشو شوشو بون باش نكملوا في الحوار شوشو انايا ماشي زعما كي نعرفوا ولا انا انسان بزاف موضوعي وانسان ما نمدش مجاملات ولا صح شوشو نقدر انا نصنفو نمبر وان في ستاند اب في الجزائر صح لانه ما كانش ستاند اب دي ستاند ابر دي فري ستاند ابر في الجزائر وانا شوشو نشوفو ستاند ابر بامتياز لانه كاين فرق بين اللي يلعب وان مان شو واللي يلعب ستاند اب انت كوميدي كريم وتعرف احنا ماشي بين ندخلوا في الفرق ولا يعني هما في نفس كيما نقول نفس يصبوا الكاتيجوري. في نفس المجال فوالا في نفس الكاتيجوري علاه انايا قلت هذه الهضره انا ما قلتهاش من عدم باسكو اليوم هشام سكوم راه حاضر معنا راح نربطوا الهضره تاعي بهشام سكوم لازم يقول لنا السر علاش راهو يخدم مع شوشو بزاف بيان سور لا بصح العام اللي فات في بالك المشاهدين تذكروا الحصه تاع ليلى شو اللي فاتت في رمضان واللي كنت خدام فيها انت ثاني ياسر يعني 30 سكتش 30 حلقه تحدي كبير يوم تحدي صح. اللي انا مازال ما شفتش واحد داره حتى الكبار واحد منهم محمد خساني اللي استعرف
قال له يعني انت حاربت ماشي صح، خاصة بدون جمهور اكيد. وكان شوشو، وكان هو العامل كان شوشو وهشام سكوم اللي كانوا معاه في الكتابة، يعني 30 سكاتش كل يوم ماهيش حاجة سهلة. انا الكوتي تاع شوشو راني شتو دوك، لازم نشوفوا الكوتي تاع هشام كيفاش كانت الكتابة. هذه هي الكوليس اللي هضرنا لكم عليها، دونك مواضيع ماشي غير زعما مواضيع قديمه اللي كانوا كاتبينها ديجا من قبل، كانت مواضيع اجور، مواضيع الساعه اللي كانوا على الكوفيد على بزاف امور. هي كان بروان، هي كان تحدي. احنا نبغوا، احنا من طبيعه تاعنا نبغوا نتحدوا حاجه، نبغوا نسيو، نبغوا نروحوا. جات في فكره عرضوا على شوشو باش يكون في الحصه علي لا شو، وكان عندنا وعرفنا بلي كان تحدي كبير 30 سكاتش ماهيش سهله باش تكتب 30 ستاند اب وكل يوم موضوع وكل يوم حاجه جديده. كان اعمال على فكره كتبناهم ومن بعد في اخر لحظه ما خدمناهمش، رحنا لاعمال اخرى باسكو كانت حاجه صرات في ذاك النهار نبغوا نحكوا عليها. كان تحدي انا في الكتابه وتحدي هو في اللعب. هو ثاني تعب باسكو كل يوم يلعب كل يوم يريبيتي وكل يوم يحفظ. صح، اسمح لي انا بغيت نوضح غير واحد النقطه وي. لانه بزاف ناس دوك لما يسمعوناش يقولوا، يقول لك ايه باسكو انا شفتها وشفت دي كومونتير، شفت من المجال الفني من الوسط الفني الناس دي كوميدي يقول لك ايه هشام يكتب شوشو شوشو يكتب له وخلاص. ماشي سهله، ماشي سهله كي واحد يكتب لك وتادي اصعب من لما تكتب لنفسك. هذه بالك حتى انت تزيد تاكدها هشام، باش برك هذوك الناس اللي كانوا يقولوا زعما ما يعطوش حق شوشو ما يعطوهش حقه نيشان، باش نعطوه اليوم حقه. لانه كي تادي حاجه واحد كاتبها لك هي صعيبه بزاف على لو كان تكتب روحك. شوف انا كي نكتب حاجه تكون عندي فيزيون هكا فكره تاعي انا ونزيد نمدها لشوشو، شوشو حاجه صعيبه لانك تحفظ الاولى تحفظ والزوجه غادي تتمد فكره تاعي انا واش راني حاب ندير. حنا كنا لي ديطاي هادو نخدموا عليهم. قال لي هو كي نكتب حاجه قال لي يقول لي هنا باريكزوم واش راك تشوف، انا نقول له اش راني نشوف، هو ثاني يشوف عنده فيزيون يمد وجهه النظر تاعو ويمد حاجه واحده اخرى تاعها في اللعبه. وانا ثاني كنت نشوف لي كومونتير هكا كي ندخل الناس اللي تفهم الستاند اب وتفهم كان احنا نتقبلوا كلش، انتقاد بكل حاجه احنا نتقبلوا كلش. الناس اللي كانت تتبع كانوا ناس عارفين باللي الناس سيرتو في الميدان عارفين باللي تحدي صح. وخاصه الناس تاع الميدان اللي كانوا يتصلوا بينا يقول لك ماشي ساهل راكم تغامروا. الناس ديجا كي بدينا فيها قال لك هذه مغامره انا نعتبروها وغادي تفشلوا وغادي والحمد لله احنا ما فشلناش. كانت مغامره ناجحه، كانت مغامره ناجحه. انا كنت نكتب في النهار، نضل نايض في النهار نكتب ونبعث لشوشو وانا نرقد في الليل وشوشو يلعب في الليل نتبادلوا الليل بالنهار وشوف والخسوف صح. لانه وقت الحفظ انا كنت نشفى كان يدينا لو ميم شوفير انا وشوشو شوشو يحفظ في الطوموبيل الطوموبيل او يحفظ. استقبلوا مكالمه ونعاودوا نرجعوا للموضوع تاعنا. يلا الو السلام عليكم. وي السلام عليكم. وي السلام ورحمه الله. شكون معنا؟ معكم لاباس. رانا غايه لاباس الحمد لله. واحد ربي. قولي لنا الاخت العزيزه من وين كتتصلي بنا والاسم الكريم؟ ايه معك حنان بلعباس. حنان بلعباس. ايه هنا ولا حنان؟ لا حنان. حنان هي دوك انا راني نسمع 5 على 10 وانا نسمع غايه. ماشي اسمع غايه. شوفي احكي لنا على الموضوع تاع اليوم حنان. الحب ولا المال؟ الحب ولا المال؟ خيري الحب. خير وحده ما قدش خير وحده في زوج. المال راهو عندي والحب راهو عند كريم. خير الحب. خير كريم. هي تخير اون جينيرال. بون علاش خيرتي الحب ما خيرتيش المال؟ باسكو الحب هو كل شيء. عندك المال وما عندكش الحب وش غادي دير بيه؟ تعيش ما عندك ما دير بيه. معليش خليني نسقسيك شحال في عمرك اولا؟ في عمري 28 معليش حبيت لو كان جات قالت لي 22 زون كبري وتعرفي واش معناها. هو حسك بلي انت صغيره بغى يقول لك كيما ذاك كي صغيره وغادي. لا عندي 28 ومتزوجه عندي 3 زون. الله يبارك فيك. تزوجت صغيره. الله يبارك ربي ان شاء الله. هي كيما نقولوا يهنيك في الزواج تاعك وانت والزوج تاعك وولادك ثاني. انا بغيت نزيد نقول لك حاجه. شوفي اليوم حنان راه معنا ضيف من بلعباس اللي راه مشرف الولايه تاعكم ومشرفها بزاف بزاف وراها ان شاء الله قريب يوصلها كيما يقولوا العالميه. والله ان شاء الله. دونك اسكو تعرفي هشام سكوم؟ ما نعرفهاش بزاف شويه ماشي بزاف. سمعي الاسم تاعو يدور برك. ايه نسمع الاسم تاعو بصح يدور وان شاء الله نتمنى له كاع النجاح. ان شاء الله يكون اكثر وقت. وين تسكني في بلعباس؟ في الياسمين.
الياسمين، جيت تعرف على الياسمين هشام؟ انت راك تهضري لنا كيما بالعباسيه كيما يقول لك. وين وين في الياسمين؟ ايه في الكو قولها. اه هو عباسي، هو عباسي يعرف الكومبيس من جيت الكومبيس. اي صا يعني عرفت وين الكومبيس جميعا نورمالمون انا نسمع بها. وي وي صافي بليزير والله. صافي بليزير، نشكرك بزاف حالا على الاتصال تاعك وعلى الصراحه تاعك ثاني. ريحي مازال الحلقه تاعنا متواصله ونشكرك مره اخرى. نشكرك ونشكرك باللي اللي دخلتيني في حيط معليش. المهم انا جاسيون، انا قلت جاسيون. واروح نقول لك، اروح نقول لك لا راح نقول لك. هي هي شوف، هي هي انا نبدأ تجربه، بداية تجربه باسكو راني متزوجه وكل شيء وبداية مانيش عارفه. شويه حتى تبغي دراهم وكاع، بصح شنو نقول لك، الحب زعما هو كل شيء. سي فري الحب هو كل شيء، بصح صح تقدري تعيشي غير بالحب برك. المال المال ما بغيناش كاع بزاف بزاف بزاف، غير شويه صاي هذا ما كان. غير شويه قيس ما نعيشو هذا ما كان. عندها قناعه، عندها قناعه كنز ولا نشكرك مره اخرى. شويه باش نعيشو صاي هذا ما كان، ما بغيناش كاع بزاف بزاف. حاجه مليحه هذه، حاجه مليحه حنان، حاجه مليحه. الانسان لما يكون عنده القناعه بالك ربي يرزقك اكثر من القناعه تاعك ان شاء الله، وما تكونيش كيما نقولوا يجيك المال من حيث لا تدري ان شاء الله. ونشكرك مره اخرى على الاتصال تاعك وريحي متواصله معنا. الحلقه طويله ان شاء الله. ان شاء الله القناعه، القناعه هي كل شيء. بنادم اللي ما يقنعش ما ربي كما يعطيش. بصح الواحد كي يقنع بالحاجه اللي عطاها له ربي، ربي يعطيه ويعطيه ويعطيه. اكيد اكيد اكيد. وانتم نتمنى لكم كاع كاع اللي في قلبه حاجه ان شاء الله ربي ربي يحققها له، واللي مشي يتزوج ربي يزوجها بصح لها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. احنا هنا كيما رانا، رانا مازال ان شاء الله قاعد يدير بنات الحلال هنا. اي ان شاء الله، ان شاء الله قاعد تدو بنات الحلال ان شاء الله. يبدا يبدا كريم ومن بعد احنا نجوا ان شاء الله. نشكرك مره اخرى. يبدا كريم هو الاول. كريم هو الاول. لا في ثلاثه، في رحبه في الصيف ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله في ثلاثه. ربي يحفظك العزيزه ونشكرك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظك. يسلمك. خاصنا سي كريم يبدا هو الاول باش نعرفوا الا كان الحب ولا المال. ايوه واش رايك في الحب ولا المال؟ واش رايك انت في السوجي هذا هشام؟ والله انا الاول نقول له حتى يجي المال عاد نهضروا، عاد نحوسوا على الحب. لا نحوسوا على المال الاول، عاد يجي الحب. فوالا هي انت الشعب الجزيره عاد ندبز مع المال، مازال ما لحقش للمال باش يهضر على الحب. ولا انا نقول لك زعما والله باش نهضروا بصراحه، هي العلاقه هذه العلاقه كي تبدا على المال، كي يكمل المال تكمل العلاقه. صح صاي. صح هنا تحبس. والحاجه هذه بين اي شخص، سواء في العمل سواء علاقه حب، سواء بين الوالدين، سواء من كي تكون مبنيه على الحب، ما فيهاش حاجه تاع اكيد حاجه تاع تقدر تضحي بنفسك على جال والديك. على هذيك هي هذا هو بصح هشام، كي تضحي على نفسك على والديك انت ثاني الحب. لما تكون عندك زوجه ولا تكون عندك خطيبه ولا ثاني كي تكون يكون حب حقيقي تقدر تضحي بنفسك على جالها. بيان سير هذا هو الحب اللي رانا نهضروا عليه، ماشي حب المزيف. هذه هي لا بيان سير اللي رانا نهضروا على داك. ما ديرش على ياسر، ياسر عنده الدراهم راه داس. هذا على بالي عندها دراما دات في فرصه. اكيد احنا كما راهم يقولوا لنا في قبل ما نكملوا كريم، راهم يقولوا لي في غرفه الكنترول انه فيه خبر رسمي بوفاه المؤثر ولا اليوتيوبر الجزائري فكرينيو. نقولوا الف رحمه ونور تنزل عليه. خبر مؤسف جدا، يعني كما كانت دوله مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل وكنا سمعنا مختلف الاخبار على الجثه تاعو اللي طرح، لكن قبلها كانوا ما تاكدوش. الان حينا حاضرا وبما انه برنامجنا مباشر تم التاكد من الجثه، فنقولوا الف رحمه ونور تنزل عليه وربي يصبر اهله ان شاء الله يا رب. من اهل الجنه ان شاء الله. يعني هو كان في اسبوع هما يبحثوا عليه، يعني العائله تاعه، تصور العائله تاعه كانت في حاله. الان نترحموا عليه. دونك هذا خبر شويه محزن، يعني اللي خسر كما نقولوا على بزاف ناس. ربي يرحمه ان شاء الله. هذا واش نقدروا نقولوا احنا الان. لم ياسر احنا نكملوا الموضوع تاعنا، ولكن فريمون يعني كي تسمع خبر كما هذا، يعني انا كنت متفائل خير انه ان شاء الله قلت يلقاوه، كان عندي احساس مليح انه يلقاوه، لكن للاسف الشديد. وحتى راه معنا هشام راه متاثر بالخبر لانه كان تعامل معه ربما الاولى. والله خبر ما كناش نتمنوا فيه، شغل صدمنا شويه. هذا هو لانه وفكري في الشاب فكري كان محبوب عند بزاف ناس،
وكان يعني بزاف الناس تحبوه لانه من الاوائل اللي بداوا في اليوتيوب، من الاوائل اللي بداوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يدير فيديوهات هادفه، فيديوهات يعني قصيره ومضحكه، يرفه بها الناس، يخليهم، كان يرسم البصمه على وجوه بزاف ناس. هو كما قالوا لي راح، والضحكه تاعو توجور تريح، وان شاء الله يريح في قلوبنا ويريح في قلوب كاع المحبين تاعو اللي كانوا يتابعوه في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه كما نقولوا خبر، احنا الله غالب ما نقدروش، ما نقدروا نديروا والو غير نترحموا عليه يا سلام. ما نقدروا نديروا حتى حاجه كريم كما قلت الا انه نترحموا عليه. ان شاء الله كما نقولوا يبقى مثال للشباب الجزائري، يبقى دائما واحد من بين صناع المحتوى اللي كانوا يخدموا محتوى جميل جدا. وحتى لما نشوفوا مثلا دوك واحد كيما هشام سكوم اللي هو كاتب سيناريو يكتب الكثير من الفكاهيين الكوميديين. انت كنت تعاملت معاه؟ نعرف نعرفه مسكين، وخبر هذا دروك جعل المباشر صدمنا. شبه تقول احنا صحابه قال لي يعرفوه ربي يرحمه، والعائله تاعها نعزوهم في هذا سيرتو في هذا الظرف، باسكو ما عندنا ما نقولوا سوى الله يرحمه. الا كانت حاجه تاع ربي الله يرحمه، الا كان حاجه واحده اخرى ان شاء الله ربي يبين الحق و ان شاء الله، لانه موت غامض. صحيح جات صدمه كبيره، هذه ما كناش قارئوا فيها، جات على المباشر وصدمه كبيره. هذه هي ربي يرحمه ان شاء الله. هذه ان شاء الله ان شاء الله. صح، يعني انا لو كنت عارف انه هذا الخبر راح ياثر على هشام وعلى معنوياته بزاف ما كنتش راح نلونسيه الان، لانه كنا عندنا مواضيع كثيره راح نتكلموا فيهم. لكن انا نسقسي فقط غرفه الكنترول اذا كان ممكن يقدموا لنا شويه الفاصل الاشهاري حتى نخليو هشام يستعفى شويه من هذه الصدمه، وبعدها نرجعوا، ولا اعطيونا ابل نهضروا مع هذا السؤال تفاعلي. نروحوا فاصل الاشهاري ونعاودوا نرجعوا لكم. فاصل الاشهاري ولا نعاودوا. يعني كان وقت الاشهار، ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم. وانا رحت نجيب السكر من الهيه باش نزيدوا نحطوا لهشام يحلي شويه قهوته باش تزيد نرجعوا له تحلى العشيه تاعو ان شاء الله. بيان سير نرجعوا لهشام. هشام ياسر في البدايه كان ذكر وقال بزاف من الاعمال تاعك، انا حبيت نرجع نروحوا لزوج تاع الاعمال اللي شاركت فيهم، اللي هو قهوه الكوستو وامام طون ديزيت كوميدي شو، اللي هي كانت حصه اللي تكتشف المواهب خاصة في ستاند اب والمان شو اللي أديه الممثل فوق الخشبة. حبينا نعرفوا اليوم الدور تاعك في خاصة في حصة ديزيت كوميدي شو، الدور تاعك وشنو هو كان في نوع من هذه الحصص؟ في ديزيت كوميدي شو أنا الدور تاعي كان في معالجة النصوص، معالجة نصوص بعض الممثلين اللي كانوا هما بعثوا النصوص تاعهم، وأنا كنت نعالجهم من حيث المحتوى في الفكاهة، من حيث النصوص كيفاش المده الزمنيه للنص، باسكو كانوا ملتزمين بالمده الزمنيه للنص. وكان بعض النصوص انا اللي كاتبهم، انا اللي كانوا النصوص تاعي انا اللي كنت كاتبهم. بعد هذا ديزيت كوميدي بعد كان اللي نشكروه بالمناسبه عبد القادر جيريو، هو اللي اتصل بيا باش نكون في معاهم في ديزيت كوميدي في الكتابه. تذكروا عبد القادر جيريو كان هو رئيس لجنه التحكيم، وي. وانا كنت معاهم، كانت تجربه ثاني، هي ثاني تجربه مليحه. قعدت نشوف باغ اكزومبل كانوا ديسكات ناجحين بزاف، كانوا فاتوا يعني كاين ديسكات شفتهم انا في على مواقع التواصل الاجتماعي اللي في تاعهم طالعين 5 ملايين 10 ملايين كاين يعني، واغلبيتهم الديسكات اللي كنت كاتبهم انت كانوا عندهم حبكه. حتى اني شفت واحد الحلقه محمد خسالي لما انت كنت كاتب واحد الموضوع لفريق العمارنة اللي نحيوهم بالمناسبه، التريو العمارنة، قال لهم تمنيت لو كان انا هشام كتب لي ليا هذا اللي ما عطاهولكمش، زعما يعني صرح لهم ديريكت تيرمو عجبوا الموضوع. وبزاف بزاف يعني بزاف بزاف ديسكاتش كنت كتبتهم كيما السكاتش. انا ثاني نشفى السكاتش تاع السوسيال تاع اللي كان لعبوا شوشو كان القرواج كبير، ايه هو اللي ادى به برومي بري في فوارا شوف. طبعا الاولى كانت 48 ولايه شاركت، ادى شوشو برومي بري، ومن موراها ثاني عاود دينا برومي بري انا وعبد اللي نور الدين اللي هو من فرقه العمارنه ويلعب ستاند اب وحده.
ثاني دا تما ودينا في سير طاشور ثاني فنانين قالوا لي انا شوف هشام انا قالوا لي باللي ما ولاوش يقبلوا الاعمال تاع هشام سكون في الفيستيفال لانه لما يشارك هشام سكون في عمل مستحيل ما يديش في الميبري دائما عام ورا عام عام ورا عام حتى ولاو يقولوا خلي شويه يعني خلي شويه المجال صح لا الحمد لله والله الحمد لله انا صافي بليزير وثاني ما نكونش انا نقول غير انا اعوذ بالله من قوله انا كما يقول لك انا ماشي مليحه كان واحد الفنانين هما اللي فنانين ثاني اللي تالقوا هما ثاني طاو لمسه تاعهم في العمل وجابوا كما نقولوا به نتيجه باسكو انا كي نكتب حاجه نبغي الانسان هذاك يمد بها سواء ما يمدش بها ما نقدرش نتعامل معاه مثلا ما نقدرش نتعامل معاه كما نقول لك شغل انا نشوفه ونفصل له حاجه على حسابه هذا ذكاء من عند الكاتب يعني لما الكاتب لما يختار يكون الانسان يكون متمكن ويكون يعرف هذاك الانسان كيفاش التاكس اللي يخرج عليه دونك في بروجي يخرج العامل متكامل وانا حبيت نسقسيك ثاني سؤال هشام انا شفت ولاحظت بزاف مغاربه اشقائنا في المغرب العربي يدوا لي سكاتش خاصه تاع شوشو يدوهم يعاودوهم بنفس يعني شغل لو كان في المره كلها لو كان وين عاودوا سكتش تاع الستاند اب الستاند اب تاع شوشو عاودوهم في تونس عاودوهم في المروك وعاودوا ثاني اعمال تاع العمارنا تريو العمارنا في لانهم لعبوا في مهرجان كانوا اتصلوا بيا ثاني اتصلوا بيا من تونس اتصلوا بيا واحد لي كوميديا من المغرب وباش نكون كتابه ثاني نكونوا في الكتابه راك عارف حكم اللهجه وانا هادو نميتريزيهم نبغي كي نكتب حاجه يفهموها كاع ما نبغيش انا نكتب حاجه تفهمها جهه برك نبغي في الكتابه تاعي كاع الناس تفهم سي بور سا كانوا ما يلقوش صعوبه باش يفهمونا في المغرب ولا في كي راحوا شاركوا مثلا تريو العمارنا في المغرب في فيستيفال تاع وجده لقاو رواج فهموهم تفاعلوا معاهم تفاعلوا معاهم بطريقه شابه بزاف هذه هي وكان واحد الحاجه كيما ثاني مع حميد الحلو اللي نحييه بالمناسبه كان يقول لي كان هو جيري في موسطا مستدير كان جيري مستديرير وكان يقول لي بلي كيجي واحد قال لي يلعب نص حنا السؤالين سالوه نقول له هذا النص تاع من قالنا هو يقول هشام سكوم حسيت غادي يقول اسم غادي يفوت قلنا هو كاع ما جاي باش نعرفوه باللي مشي تاعك وهذه حاجه اللي قالها لي حميد الحلو نحييه بالمناسبه هذو كاع الشهادات اللي زعما اللي الواحد يعتز بهم ويفتخر عليهم وهذا اعتراف يعني ليك في الاعمال تاعك لا بصح انا خليني كريم نعاود نرجعوا شويه للوراء نعاود نرجعوا لقهوه القسطو في قهوه القسطو كنت تعاملت مع واحد من الكوميديين اللي راهو زميلنا حاليا في القناه انس تناح انس تناح وانس تناح تعاملت معاه في قهوه القسطو وكان هو ثاني حصل المرتبه الرابعه مرتبه مع المراتب الاولى هذوك اللي كانوا ثالثه وتعاملت معاه حتى معاه في واحد بعض الاعمال مع سمير مزوري اللي كان ذا المرتبه الاولى اوكي تعاملت معاهم ثاني انس تناح كانت تجربه باسكو انس تناح طريقه اللعب تاعه وطريقه اللعب مش كيف شو مش كيف كيف هذه الناس اللي ما تفهمش بالك ما يفهموش هنا نهضروا على الوان مانشو ستاند اب والوان مانشو والمونودرام كل واحد عنده طريقه تاعه هو عنده طريقه اخرى تمد له نص هو يبغي هذوك الشخصيات يلعب الادوار يلعبهم وشو عنده ستاند اب يبغي يحكي وهذاك ويضحك بلي فان ويضحك بطريقه الالقاء تاعه هذه هي كل واحد عنده لا ميثود تاعه في اللعب والحمد لله ثاني مع انس انت من خلال الكتابه هشام ما لاحظت انه كما مثلا بارولي باسكو دوك نجيو للمجال تاع الموسيقى اللي كانت في عندك فيه مشاركات انت كما لو بارولي في لا ميوزيك يلبس الشونتور على حساب الصوت تاعو يلبسو الكلمات انت لو ستاند ابر ولا لو كوميديان اللي يلعب الوان مان شو تلبسو على حساب هو واش يمد على حساب الانتربريتاسيون تاعو على حساب واش يقد كان لي كوميديان ما يقدش يتقمص الادوار ما تصعبش عليه نكتب وفيه حاجه يقدر يمد ماشي نهمشه قال لا انت ما تعرفش تقمص الادوار ما تعرفش تلعب لا فيه حاجه شابه على حسب ديك الحاجه نتعامل معاه ودائما نديرو حنا نقولوا الكوميديا يطور كي تمد له ذاك النص ما تتكش على هو ما يتكش على النص تاعك انا دائما نقول لهم هذاك راني مد لكم جسد انتم ديروا فيه الروح اكيد هذيك صح سؤالي بقى مطروح هشام وي علاه انت كاع هاد الالقاب وكاع هاد الجوائز اللي ربحوهم الناس اللي خدمت معاهم ما خممتش كاش نهار انت نشوفوك في عمل لانه انت في البدايات ما كانش كاتب في البدايه تاعك كممثل يعني كوميديان
بداية تاعك يعني تما على السؤال يبقى مطروح اليوم لازم تخبرنا اليوم علاش ما راكش تكتب روحك وتلعب علاه بالرغم انه هشام سكروم ياسر عنده دور بطوله في واحد المسلسل والمسلسل للاسف هو كمل وتمونطا وجد ولكن ما ديفيزاش برك ما على بالناش متى ديفيزا يعني وين تنشوفوا هشام سكروم ولا علاه هشام سكروم ما يحبش يبان في عمل اللي هو راك كيما قولوا سالت وجاوبت في نفس الوقت سالت وجاوبت صح باسكو علاش نقلعوا الاجابه تاعي انت جاوب لا باسكو راك تقول بلي خدمت عمل وتمونطا وتعبت عليه ومن بعد ما فاتش تشوف كي هنا ما يبقاش عندك حماس باش تحوس تلعب تحوس انا لعبت سيفري لعبت البدايه تاعي كنت ممثل بديت عند في الورشه ورشه الخشبه الذهبيه مع غالب بوعجاج بديت معاهم انا تما اللي بديت نمثل وبديت الاولى نلعب نصوص تاع غانم اللي هو ثاني راه مبدع وحيه بالمناسبه وكاع اسم كبير فرقه غانم بوعجاج اسم كبير في التكوين وكاع بيان سير وي انا بديت تما بديت كممثل من بعد انا قعدت نقول نسي نكتب دي فوا في النصوص كي نكونوا نلعبوا في مسرحيه نعطيهم فكره نعطيهم زوج نعطيهم بعد قلت لا على ما ندير انا درت حاجه ولعبتها و السوسيال اللي قبل ما يلعبها شوشو اللي شافها عندي شوشو في الاولى انا لعبتها الاولى ومن بعد كي لعبها شوشو لعبها حاجه كاع واحده اخرى هو النص غير هو انا لعبتها الطريقه تاعي شوشو لعبها طاه لمسه واحده اخرى كاين فنانين واحد اخرين لعبوا ثاني طاوه لمسه انا لعبت ومن بعد قلت لا نقعد في المجال حتى ندير نص نخمره مليح ونلعبه ونفصله على روحي مليح ومن ثم افتح ربي ان شاء الله اذا ولان صلاه ياسر كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يرفع كنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج كوفي تايم وكما جرات العاده والعويد راهو معنا الضيف تاعنا اللي راه منور البلاطو لنهار اليوم هشام سكوم اللي تحدثنا عليه معاه على مجالات كثيره متنوعه وارتبط اسمه دائما بالنجاحات هشام مادام ارتبط اسمك دائما بالنجاحات حتى ولو في خلال المهرجانات يقول له التكس تعمل يقول له تاع هشام سكوم وكانها شغل بطاقه رابحه باش يربح في وهو ماشي التكس تاعو هو يكون ماشي التكس تاعك يقول له تاع هشام سكوم وباش هما كانوا حاسبين كيما نهار كانت هي على نية باسكو كانوا اللي في البدايه تاعه اكفى في البدايه تاعه وعنده عاد مسكين حرفه عندها باغي يلعب باغي يوصل باغي وانا هادو الناس دائما اللي نلقاهم كيما نهار سيرتو كي نلقاه باغي يبدا نموتيفيه ماشي وهذا معروف عليك هشام عاونت خاصه لي جون يعاونهم بزاف هشام يعاونهم احيانا شفنا باللي حتى ناس صغار ودي جون من ذاك هشام يمد لهم دي تاكس اللي كبار يحلموا بهم يعني هذا كارم منك وهذا دليل على انك تشجع الفنانين الصغار واللي يحبوا يطلعوا وهذا هو الفنان ما يبخل بوالو على اي واحد ما تنساش كريم كاع بدينا كيما هكا بيسير وكي بدينا ثاني احنا احتاجينا ناس تساعدنا اما اللي احنا ثاني نساعدوا الناس باللي نقدروا عليه باسكو ما راناش احنا ثاني حاجه في القمه ولا رانا عاد كيما قال لك نتدرجوا نساعدوا الناس على حساب اللي نقدروا عليه هشام قول لي في الجزائر بزاف يقول لك المشكل تاع السيناريو مشكل خاصه في الفكاهه يقول لك مشكل تاع السيناريو ما كانش سيناريست جبنا بزاف دي سيناريست هنايا سينا نشوفوا زعما احنا المشكله راهو مطروح سينا نشوفوا برايهم الحل وراه علاه الناس تقول كاين مشكل تاع السيناريو بالراي تاعك وراه الخلل وراه الحل انت من جهه تاعك كهشام سكوم شوف انا دائما نقول باللي العمل اللي خدموه اللي قاله ورشه كبيره سيناريو ما يكونش الناس هذه اللي قالها تفهم ما تقدرش تكتب سيناريو في شهر ما تقدرش تكتب سيناريو في كاين الناس كتبت سيناريو في اسبوع انت تسميه سيناريو يفوت على معالج يفوت على انت تكتب وناس عندها افكار وتجتمع ديك الافكار باش تخرجوا بسيناريو من على سنه باش تقدروا تجسدوه الناس تجي اسمح لي كريم الميكرو اسمح لي كريم نقول لك حاجه بلي الناس كي نخدموا في رمضان غادي نخدموا هذاك الشهر تاع رمضان الناس الاعمال كاع تكثر في رمضان شي يديروا يبداو باكلوا في السيناريو يباكلوا في الخدمه اجي يكتب معليش فوت هذه لا غالب رانا محتويين بالوقت لكن كي ندوا المده ونجيبوا ناس ومعالج درامي ونجيبوا كاع نخدموا خدمه وتكون ناجحه هي سي تروحوا في لي ديتاي وبعد تزيدوا تروحوا حتى في لي بتي ديتاي في التفاصيل الصغيره الصغيره صح. كريم انا نقول لك ونقول لهشام انه دائما من خلال برنامج كوفي تايم الفقره اللي تعودوا عليها المشاهدين وصار لها فتره زمنيه معينه ما كناش نديروها كانت غائبه عندنا زوم تايم فقره زوم تايم من خلالها راح نستقبلوا اليوم فنان لبناني كبير يلا جينجل زوم تايم ورانا راجعين
إذا مشاهدينا عاود رجعنا لكم من جديد، ودائما في فقرة زوم تايم نستقبلوا من خلالها مشاهير من العالم العربي. جبت لنا اليوم ياسر، جاب لنا اليوم واحد من لبنان يعني، وبرافو ياسر، عندك ياسر عنده علاقات بارتو يعني بها عندها دراهم. لا أبدا لا، ولا راح يكون معنا اليوم موزع موسيقي ومايسترو بامتياز فايز القاضي من لبنان. نقول له مساء الخير أستاذ. مساء الخير. يسعد مساك. يسعد مساك أستاذ فائز، كيف الأخبار في لبنان؟ الحمد لله أحسن، مثل أي بلد بهالوضع الحجر. الحمد لله. شوف مباشرة بدون مقدمات راح أدخل معاك في الموضوع. احنا اليوم عاملين موضوع تفاعلي بحلقتنا لنهار اليوم في برنامج كوفي تايم، لتتكلم على الحب والمال. في رأيك أستاذ فايز كموسيقي وكموسيقار وكموزع موسيقي، هل يسقط الحب لما يتحدث المال؟ في مثل عنا في مثل لبناني، المال للفن للفقير مال وللغني جمال. عاودنا يعني المثال من فضلك، ما سمعتوش منه، عاودنا المثال، تزيدونا برقة صوت لأنه ما سمعت منه. الفن للفقير مال وللغني جمال. الإنسان بيشتغل بالفن حسب هوايته وبتنتج له ليعيش منه. جميل. جميل. انت كموزع موسيقي وكموسيقار اكيد يربط الفن دائما أكيد بالمقولات المالية والمقولات تاع الحب. راح نتكلم معك مباشرة على الموسيقى وكيف احوال الموسيقى في لبنان. سمعنا أستاذ، سمعنا؟ إيه سامعك. إزاي أحوال الموسيقى في لبنان؟ هالفترة مثل أي بلد بالوضع الحجر، ومفروض كلنا نلتزم البيوت حتى تعدي هالوباء على خير ونقدر نلتقي، بس للأسف بيروح لنا كتير موسيقيين وفنانين بالوطن العربي. يمكن الأعمار شوي عم تلعب دور أو ما في توقع زايد، بس مفروض نتوقع أكتر. والفن قدرنا نجمع، مثلا أنا شخصيا جمعت من بعض الدول العربية من الوطن العربي، من الجزائر جيتاريست مهم الفانيرا، وفي عنا من العراق، من ليبيا، من سوريا، من الأردن، من فلسطين. عملنا فيديو كتير حلو، كل واحد عزفه من بيته لجملة موسيقية للفنان الراحل ملحم بركات، اعتزلت الغرام، جملة موسيقية واحدة كل فنان عزفها بأسلوبه، موجودة على اليوتيوب. جيد. أيوة نعم. وعملنا كمان فضل وعملنا أغنية تانية عراقية طالعة من بيت أبوها، كمان عزفوها عدة فنانين من دول عربية. يعني هيك بنلتقي كفنانين، لأن تعرف لا في مطارات، لا في روحات، ما في مجيات، نضلنا عبر الفيسبوك عبر الواتساب نضلنا نلتقي. احنا طبعا هذا مش حب المال، هذا حب للفن. اكيد اكيد يعني حب عم يشتغل. استاذ فايز، حبينا نعرفوا الاستاذ فايز مع من الان راح يتعامل من الفنانين اللبنانيين او الفنانين العرب اذا يوجد. ما سمعت السؤال منيح. حبينا نعرفوا احنا الان الاستاذ فايز مع من يتعامل من الفنانين اللبنانيين او العرب اذا يوجد. تعاملت مع كثير فنانين، ما بديش فوت بتسميات لان في تعامل كمان مستمر، بس شغلي الاساسي فرقتي الموسيقيه، فرقه مش حكوميه، فرقه خاصه. اخر مهرجان ننزل مهرجانات كبيره وطبعا تلفزيونات. آخر مهرجان كان معي 215 عازف ومنشن. جميل جميل جميل. يلا راح نتكلم على الفرقة بالتحديد. لما كونت الفرقة أنت كموسيقار وتتقن الكثير من الآلات الموسيقية، منها الكمان، منها الجيتار الكهربائي والبيانو والعديد من الآلات، يعني أنت قائد جوق موسيقي،
لما تكون فرقة من موسيقيين، ما هي العوامل ولا ما هي الأمور التي يجب أن تتوفر في الموسيقي لحتى يكون معك في الفرقة الموسيقية؟ مين ما كان بيقدر يفوت بالموسيقى، طبعا بنعمل له انترفيو بالأول لنشوف قدراته الفنية. مثلا تنحسب بالفايلن بالكمانجات، في فايلن أول، في الثاني، في الثالث، حسب قوته وشغله بالموسيقى. أنا بعمل له توزيع، يعني بعمل توزيع الأغنية بكون لعدة لمستوى قوي ووسط. وبالنسبة للآلات الثانية، هلا كلمة مايسترو باللغة العربية بتعتبر أوقات بيطلع عازف ومن شو، اسمه ومن شو منه مايسترو. كلمة مايسترو بده يكون دارس عدة آلات، ما لا يقل عن 6 آلات موسيقية. مش كلها وترية أو كلها إيقاع، بده يكون منوع بين آلات النفخ. هو نفسه فرقة وحده فرقة. صحيح. كلمة المايسترو مش بس كوندكتور يقود الفرقة، لا، يقدر يوزع موسيقى. بس ادرس الآلة اللي دارسهم، انا اصلا 18 آلة اللي دارسهم، بعرف الآلة شو بقدر اكتب لها نوت لتقول. طبعا دراسة غربي مع بيئتنا الشرقية، قادرين نفوت التكنيك الغربي والعلم الغربي الارموني بالشرقي. اكيد. ولما نذكر الفن الجزائري والموسيقى الجزائريه، كانت الموسيقى الجزائريه عندها سابقه في هذا المجال، انه دخلوا الات غربيه في الالات مع الالات الشرقيه، وخرج خرجت موسيقى عالميه، موسيقى الراي. يعني واش رايك انت في الموسيقى الجزائريه وفي هذه التجربات في الموسيقى الجزائريه؟ الجزائر من الدول السابقه بالتقدم بالموسيقى، لان اكثر شيء بالجزائر كمان هلا بالاونه الاخيره فوت الراب بالموسيقى غير دول ما عملوها. صح، اكيد. ديدين كلاش، يعني كاين حتى الفن جديد ونوع من الموسيقى جديد راهو الان في الجزائر، يمكن سمعت به، يعيطوا له الزنقاوي، يعني يسمى بالزنقاوي. احنا نتكلموا شويه جزائري شويه عربي وشويه لبناني، باش تفهمنا مليح. أستاذ حبيت أعرف إذا بتسمع الأغاني الجزائرية ومطلع على الأغاني الجزائرية، خاصة منها اللي دخلت للعالمية، لما نذكروا على سبيل المثال موح ميلانو ولا ديدين كلاش اللي يغنيوا في أغنية جديدة نوعا ما على الساحة وبما يسمى بالزنقاوي. في عندك كمان في إشي جزائري حلوة، معني بذكرها منيح، للشاب عقيل. الشاب عقيل، أيوة. في عندك كمان الفنانين الأصوات حلوة بيعطوا إحساس، زيد الحبيب. في أشخاص يعني عندهم العشق الأبدي بغنيها بشكل كتير بإحساس قوي حلو. ما هي الأغنية اللي قريبة على قلبك من أغاني جزائرية؟ في لشاب عقيل بحبها كثير، العشق الممنوع. العشق الممنوع، ايه، وانشهرت كثير في لبنان لانه عاودها غنى وداروا لها اعاده بزاف من الفنانين اللبنانيين، منهم سعد رمضان، منهم بزاف فنانين شفناهم داروا اعاده لهذه الاغنيه. صحيح. طيب من الجداد، يعني نرجع للقديم، كمان مشهورين من ورده الجزائر وغيرها يعني، بس عم بحكي عن الاغاني المودرن. يعني لازم الفنان يكون مطلع على اغاني جديده، ويكون الاغاني المودرن لازم يكون يسمعها في الوقت. صحيح 100%. احنا نشكروه بزاف على المداخله تاعو. اكيد نشكره كثير المايسترو والفنان فايز قاضي اللي كان معنا مباشره من لبنان، وسلم لنا بزاف على ناس لبنان، سيرتو بيروت الى فهمتني. حبيبي الغرب بيقول لك وصل تحياتك لكل ناس لبنان، وانا بدوري اقول وصل تحياتك للاستاذه نادين الباروكي اللي كان عندها دور كبير لحتى تكون معنا في البرنامج النهار اليوم. الله يخليك. وصل. شكرا كثير لكم كمان. شكرا لك. الى اللقاء. الى اللقاء في الغرب. إذا كريم، بعد ما كملنا مباشرة مع فايز نروحوا إلى فصل إشهاري، وبعده رانا راجعين. إحنا نروحوا لبنان وهم الناس يروحوا فاصل. أيوة يلا فاصل ونقوله.
عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. بون مازلنا متواصلين ياسر، مازال كان معنا الاستاذ فايز من لبنان، من بيروت بالضبط، اللي تكلمنا شويه على الموسيقى واحوال الموسيقى. احوال الموسيقى وحاجه اللي راح لاحظتها انه في لبنان خاصه في المشرق العربي يسمعوا بزاف الراب الجزائري. الراب والراي خاصه عقيل. لا هو الراب الان حاليا سي لا توندونس، يعني الراب اللي ظاهره جديده، لانه يعني الراب ما كانش كان يسمع به كاع، سيرتو الراب الجزائري الان. يعني توجور نتذكر لما حضرنا انا وياك ياسر، كنا عندها شعال، حضرنا كونفيرونس دو بريس تاع ديدين، ولما قال وي. انا حاب نوصل الراب تاعنا للعالميه وكنا مستغربين. كنا مستغربين انا وياسر، قلنا لانه يعني كيفاش الطريقه اللي يخلي خاصه اشقائنا العرب يفهموا اللهجه الجزائريه واللهجه الجزائريه صعيبه بزاف. واليوم وصلنا للنتيجه، هذا دليل على انه الانسان لما يخدم ويامن بالقدرات تاعو يوصل. أكيد. وهذه يندوها عبرة. أنا خليني كريم نغتنم الفرصة ما دام هضرنا على الموسيقى وجينا من عند الموسيقار فايز القاضي اللي كان معنا في فقرة زوم تايم، نهضر لهشام لأنه هشام كذلك مش غير كتابة السيناريو ولا المعالجة الكوميدية ولا، لكنه أيضا يكتب الأغاني. ومؤخرا شفنا أغنية منير بالدوحان عشقك فيلم من كلماتك هشام. ايه كانت انا ثاني عندي كما نقولوا كتابه هكا، نحب انا نكتب، كنت نكتب سيناريو دي فوا، نكتب اغاني كلمات وما نكتبهمش باش نكونش نحوسي باش يبانوا، ولا نكتبهم هكا نخليهم كما نقولوا بليزير هكا نكتبهم ونخليهم. لكن كاين واحد الناس اللي كانوا كيسمعوهم يقول لك علاش هادو ما يبانوش، علاش ما يخرجوش، علاش. منهم منير اللي عرضت عليه هادو الكلمات، عجبوه بزاف خدمهم، ومن بعد دار لهم كليب وشنا كليب، خدم كليب شباب الله يبارك. ومنير من الاصوات انا اللي نعتبرها اصوات في الجزائر عندها كما نقولوا احنا احساس عندها احساس، عندها قوه، عندها يعني اصوات، ونتمنى لها ثاني نجاح في المسيره تاعها ان شاء الله. ان شاء الله. لكن انا كاين اصداء كانت في وراء الكواليس وانا كنت مطالع عليها، انه هذه الاغنيه كانت عندك من زمان، وكان واحد من غير اذا كان عطيت من تالو اوتوريزاسيون انك تتكلم عليه، ولا نصرح باسم الفنان اللي كان حاب يدي الاغنيه. نو هي مادام ما راحتلاش ماذا بينا نخلوه في السر، نخليوه في مادام ما راحتلاش خلوه في السر. هذيك هي معليش هي الاغنيه كيفاش حتى اخترت منير، هي بما انها كانت مكتوبه من قبل يعني انت شفتها انها تتلائم مع صوته ومع ادائه ومع احساسه، فلهذا قررت تعطيها لمنير. شوف منير سمع الكلمات حس بهم، كيحس بالكلمات واحد الانسان كيحس بالعمل باين بلي راه شايف فيه حاجه، كي شاف فيه حاجه انا مديت له الكلمات وثاني مد فيهم لمسه تاعه، سواء في الصوت سواء في الاحساس سواء في التلحين. حتى في التلحين ما ننسوش الموسيقى اللي حطوها للكلمات مع حسين، مع حسين بن قرنه، كانت موسيقى شابه بزاف. وهذه هي. واسكو هشام راهو يخمم يزيد يكمل في هذا المجال، يكتب اغاني ويعطيها للفنانين؟ عندي يعني كاتب كلمات، وكنت ديجا في صدد واحد المشروع مازال راه كيما قال لك يخمر مع الفنان محمد بوسماحه خرج الحلوه شباب، اللي ثاني كانت عندنا واحد العمل ان شاء الله نشوفوا احنا بوركوا با، الوقت مع الوقت يلقى. احنا ما نبطوش دائما في قلت لك العمل باش ينجح ما نقلقوش عليه. وكما كنتوا تهضروا مثلا على ديدين كلاش ولا على هذه الناس، امنت كي امنت بالعمل تاعها راحت. لو كان انت كاع ماكش مامن فيا، انا مادامني مامن في روحي اكيد نقدر تقدر توصل نروح. لازم الانسان يامن بروحه هو الاول قبل ما يحاولش يامنوا به، ما يستناش الناس حتى تامن به الناس باش يامن بروحه. نيشان هذه، لانه لما يكون نوع من الضعف. بغينا زعما تما هشام كتبت بزاف من انواع تاع الكتابه، كتبت الاغاني، كتبت ديسكات، كتبت دي سيناريو، كتبت حتى شعر يعني. ايه شعر صح، كتبت شعر يعني شعر باللغه العربيه الفصحى يعني. ما تذكرش هكا شيء؟ ما نتذكرش والله كريم صدقني، نتذكر واحد الابيات لكن ما جاتش الفرصه باش نقولهم، خاصه في اليوم
راك عارف احنا كي دخلنا كنا في الجو ومنا وجانا الخبر فكري اللي ما نعاودوش الله يرحمه اكيد انا ما عليها واه عليها انا بغيت ندير تعقيب برك لانه على بالي بلي بذوك بزاف ناس يديروا تعليقات يقول لك احنا لما يكون عندنا خبر شويه صادم وخبر يعني اللي ما نكونوش نسناو فيه نقولوا شويه محزن كي نقولوا شويه محزن صافي يدير باك زعما شويه برك محزن نو شويه محزن هذه شتي فاصون تبارلي تاعنا في الغرب كي نقولوا شويه يعني لازم تفهمها بالعكس قد احيانا الانسان لما يكون نعطيكم مثال لما يكون عيان تقدر تقول يقول لك راني شويه عيان يعني تفهمه باللي راهو قراب عيان وانا كي قلت شويه محزن ياسر ماشي قصدي يعني اكيد هذا احنا فكري يعني نعرفوه كاع فكري راه صديق وحنا صديق كنا كيما نقولوا تاثرنا بالموت تاعو ربي يرحمه ان شاء الله يوسع عليه تما ما تشوفوش بالتعليقات لانه الناس بزاف تاول التعليقات وتفهمها بالمقلوب حتى هشام هنا كان تاثر ما حبيناش نزيدوا لانه هشام يعرف فكري اكثر منا لو كان اكيد احنا هذا تعقيب برك لانه على بالي بلي راح ياولوا تعليقات تاعي يقول لك قلنا شويه خبر محزن هو خبر كيما صادم الصدمه هي اللي تخليك تقول هذا بهذا لافاسون دونك ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه ويصبر اهله خاصه ما جاتش الفرصه باش نقول في هذا المقام نقول شعر انا ماذا بيا نقول أكيد وحتى الاعمال في الموسيقى كانت تجوز جات في كيما هكا ربما كان فرص اخرى ان شاء الله ونجي ويكون احسن ان شاء الله صح ومن بين الاشياء هشام خليني نقول لي ما خلتناش نعرضوا لا الاعمال الكوميديه تاع هشام لا الاغاني الاغنيه تاع منير بدوحان اللي كان كتبها له هي خبر الوفاه تاع فكري اللي خلانا اكيد لازم نبدلنا شويه من المحتوى تاع الحلقه تاعنا ثاني نغيروا من لانه الخبر لما يوقع الخبر من غير المعقول ان نضحكوا وهو متوفي وجاء خبر الوفاه احتراما للصداقه احتراما للاصدقاء احتراما للعائله تاعو نتاع فكري للناس باسكو انا شفت في الجزائر 48 ولايه صدمها الغياب تاع فكري صدمها مي كان غايب ويبحثوا عليه فما بالك اليوم سمعوا خبر كيما هذا انه لقاوه متوفي وش نقولوا احنا يا انا لله وانا اليه راجعون احنا نؤمنوا بالقضاء نتاع ربي سبحانه ونطلبوا له المغفره ان شاء الله نطلبوا له الرحمه وحتى الموت يعني كان الموت دائما تجي الموت اللي تجي صدفه تجي واعره على الانسان لما يكون مريض ولا لما تكون مهيئ نفسك تستنى في هذاك الانسان الموت تاعو حتى الموت جات غامضه يعني ما عرفوش كيفاه مات كان صابوه سقط تحت الجبل عند البحر دونك هذا واش نقدروا نطلبوا احنا نطلبوا له الرحمه وانا لو كان على بالي باللي في اخر الحلقه راحين بزاف ناس يأولوا تعليقات تاعي يعني عاود قلت لكم باللي ما لازمش تأولوا تعليقات ما لازمش انسان انتم ما تقدروش تعرفوا الانسان واش راه يحس لداخل باش تهضروا تقولوا هذا الانسان علاش راه يقول شويه حزن ولا علاش راه يقول ما تقدرش تعرف انت هذا احنا في المباشر وحنا لما كنا قادرين يعني نقولوا الخبر اخر الحلقه وما ما يصراش هذا الاخر ولكن قلناه في اللحظه تاع اللي جا الخبر دونك ما تقدروش هادو الناس اللي انا دائما رانا في الحلقه تاعنا كاع هشام دائما نهضروا على التعليقات السلبيه وعلى الناس اللي يستعملوا المواقع التواصل الاجتماعي ويهاجموا الناس بطريقه غير مبرره يعني هذه هي انا برك بغيت ندير تعقيب باش ما كاش لي الناس اللي راهم خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي ما يديروش التعليق تاعي كانه انا راني نستهزأ ولا راني من المستحيل الناس اللي تعرفني ندير هذا الامر وهذا هو احنا شوف بهذا الاخر احنا في المسرح ما نحكي لك في المسرح لما يكون فنان يلعب سيرسان ما عندهش حاجز ما بينه بين الجمهور كاين بعض الناس يجوا يشوفوا يشاهدوا العرض اللي تعب عليه ذاك الفنان شهر ولا بالك بوندو شهرين ولا هو يتعب ويجي ذاك الفنان يقعد يجي واحد من الجمهور يقعد يشوش عليه احنا شنو كنا نديروا خاصه كنا ندخلوا الناس في الريبيتيسيون شنو نديروا نقول له تفضل طلع وعطينا الجرأه اللي راه فيها هذاك الانسان ودير شويه من اللي راه يديره وحنا نجمعوا نتفرجوا فيك ورينا انت شنو تقدر دير كي يطلع كان يتما يطلع يشوف فينا ومن بعد يقولنا سي بون ما نقدرش ندير واش ندير ويطلب كان لي وصلت يطلب منك السماح الناس راه بعيده كيما هاك ماهاش عارفه كاش واش حنا شرانا نحسوا سي بور سا تهضر كيما بغات حنا كل واحد يتكلم كيما يبغي كل واحد يهضر كيما يبغي حنا ربي عالم شا حسينا وشارانا نخدموا هذه كلمه اخيره هشام احنا وصلنا لاخر الحلقه تاع اليوم كلمه اخيره هي نقول لكم نشكركم على هذه الاستضافه على اللي راني معكم اليوم انتم متالقين وعلى اللي راهم في الخفاء اللي تعبوا معنا هما ثاني اليوم والجمهور ثاني نقولوا له
ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا نشوفوكم في فرص اخرى، تكون فرص جميله ان شاء الله نلتقوا معاكم وباعمال اخرى. اللي عجبته الاعمال يشجعني، اللي ما عجبتهش يعطيني انتقاد بناء اللي نزيد باش انا به نواصل. ونشكر كاع الفنانين الجزائريين، ومره اخيرا نترحم على فكري وهذه اكيد. وحنا حلقتنا لنهار اليوم انا وكريم من غير المعقول ان ما نختموهاش بالترحم على روح فقيدنا فكرينيو، واحد من بين افضل صناع المحتوى في الجزائر. نقول الف رحمه ونور تنزل عليه. الى ذلكم الحين مشاهدينا نقول لكم اللي نتلقوا بكم غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت في نفس الموعد، لكن راح يتلقى بكم زميلي كريم بوباكور مع زميلتنا زهره زاروني. تقبلوا منا اجمل التحيات. سلام سلام.